أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى اغتنام الفرص في الحياة للعمل للآخرة بملء الأوقات بالطاعات، لأنها هي عمر الإنسان في الدنيا وذخيرته في الآخرة. إن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم من الاغتنام، وهو أخذ الغنيمة والعطية، خمسا أي خمسة أحوال مواتية يكون عليها الإنسان قبل أن تذوي وتزول. شبابك قبل هرمك، أي اغتنم زمان قوتك في الشباب على العبادة وغيرها على الأعمال عن أعمال الخير قبل كبرك وضعفك عن الطاعة. وصحتك قبل سقمك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم والمرض. واشتغل في الصحة بالطاعة، بحيث لو حصل تقصير في المرض انجبر بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وغناك قبل فقرك، أي اغتنم قدرتك على العبادات المالية مثل الصدقات وغيرها قبل أن تفقد المال في حياتك. وفراغك قبل شغلك، أي أن الإنسان عليه أن يستغل أوقات فراغه ويعمل فيها الخير قبل أن تشغله الشواغل كالزواج والأولاد وطلب الرزق ونحو ذلك. وحياتك قبل موتك، أي اغتنم الأعمال الصالحة في الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وهذه النعم الخمس لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها. وما من عبادة يحتاج المسلم أن يغتنم فيها هذه النعم الخمسة أكثر من الحج. فالحج عبادة بدنية فيها الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ناهيك عن السفر الطويل والمجهود البدني سواء في العبادات أو الأمور المعيشية. وكلما كان الحاج شابا وصحيح البدن
كلما سهل عليه أمر المناسك. وهي كذلك عبادة مالية تحتاج إلى نفقة للسفر والإقامة والمواصلات في الأراضي المقدسة، وكذلك نفقة للأسرة أثناء السفر، وتحتاج كذلك إلى وقت وفراغ وأجازة من العمل أو الدراسة. لذلك فإن توفر هذه النعم في وقت واحد قد لا يحدث لكثير من الناس في نفس الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله بنا أن جعل فريضة الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يصيب الإنسان المرض، أو يفقد ماله، أو يدركه الموت. وفي العام الماضي توفرت الصحة والمال والوقت لكثير من الراغبين في الحج، وحيل بينهم وبين ذلك بسبب الوباء. وكم من الناس كانوا ملء السمع والبصر في العام الماضي ثم أصبحوا تحت التراب. فعلى كل من لم يؤدي الفريضة أن يسارع في أدائها قبل أن يحال بينه وبينها. وإذا عزمت على الحج فاعلم أن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والرفث هو الجماع، والتصريح بما يكنى عنه من ذكر النكاح. وقد وردت كلمة الرفث في سورة البقرة في الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والفسوق هو ارتكاب المعاصي والمحرمات. وكان ابن عمر يقول: الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. فعلى المسلم أن يجتنب كل ذلك حتى يكون حجه مبرورا. واعلم أنك ستبتلى وتمحص في أثناء رحلتك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وصيد البر حرام على الحاج حال إحرامه. فتخبرنا هذه الآية أن الله سيمتحن الحجاج ببعض الصيد
سهل المنال لكي يعلم المتقين. وإذا كان الصيد في زماننا ليس من اهتمامات أغلب الحجاج، فقد يأتي الابتلاء في صور كثيرة، منها الحر والزحام، وربما واجهت سوء خلق من بعض الحجاج أو من بعض المسؤولين، أو لعلك تجد أن المؤسسة التي تعاقدت معها لم توفي لك بالمواصفات المتعاقد عليها، سواء في مستوى الغرف أو وسائل المواصلات، بل ولعلك تقع في جدال بين من يريدون النفرة من مزدلفة بعد منتصف الليل وبين من يريدون الاستمرار إلى الفجر. وسوف يمحص الله إيمانك، فعليك بالصبر الجميل والتسامح، وإياك أن تقع فريسة الغضب أو الجدال والخصومة حتى وإن كنت محقا. وضع نصب عينيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولعلك لا تحج مرة أخرى، فاحرص على أن يكون حجك مبرورا وفي أبهى صورة. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عرفت بحجة الوداع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقي ربه بعدها بعدة أشهر، وكانت خطبته يوم عرفة كأنها الوصية التي يودع بها أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث. وإن مآثر الجاهلية يعني أعمالها موضوعة، غير السدانة والسقاية، والعمد قود يعني القتل العمد عليه القصاص، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متواليات، وواحد فرد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق، ألا يطئن في فروشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن ذلك فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإنما النساء عوان عندكم، يعني أسيرات لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش،
وللعاهر الحجر. من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وبعد أن فرغ من خطبته نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان كمال الدين وتمام النعمة في يوم عرفة من حجة الوداع. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية الأخيرة في كتاب الله لتكون لنا وصية ومسك الختام: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم يسره لنا وتقبله منا، وارزقنا العودة إلى بيتك مرات ومرات، آمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واشكرنا وارزقنا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سنصلي صلاة الغائب على روح أخونا توفى. تيجي أنت تصلي؟ صلاة الغائب هي تمام كصلاة الجنازة، أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، الثالثة دعاء للميت، الرابعة دعاء لسائر المسلمين. استقيموا للصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.